في الحلقة القادمة من برنامج حصاد السنين، يستعرض سعادة السفير عبد الوهاب جحاف تطورات أخرى شارك في بعضها وكان شاهداً على البعض الآخر، وذلك في مطلع عقد الستينيات من القرن الماضي. كنا متأثرين بالثورات والانقلابات العسكرية في البلاد العربية، كنا متأثرين لعبد الناصر كثير جداً، كان لنا اتصالات مش تنظيمية بالإخوان المدنيين. وما هو رد السلطات المصرية آنذاك على خطاب التنظيم العسكري الثوري الذي نقله جحاف إلى سفارتها بصنعاء؟ صريت على الاتصال بعبد الناصر، وصلت أنا الطلب إلى محمد عبد الواحد وهو سكرتير عادي، العلاقة كانت مقطوعة مع مصر. عبد الناصر رد علينا، كان نحن مع الشعب اليمني، السادات كان مسؤول عن اليمن. هذه الأحداث والمواقف وغيرها من التفاصيل تشاهدونها في الحلقة القادمة من برنامج حصاد السنين، يأتيكم في الأوقات التالية.